هنا وفي هذه البقعة الجبلية يقع أقدس وأكبر معبد للديانة الإيزيدية، معبد لالش، وهذا الرجل يسمى بابا غافان، يدعو المتطوعين من رجال دين ورجال سخروا أنفسهم لخدمة المعبد إلى خدمة جذوع الحطب، وهذه الخدمة تسمى سفر قولا، وهو طقس ديني سنوي. نحن اللي الخدمتكارين من أبناء الديانة اليزيدية حاليا موجودين في لالش النوراني لجلب الحطب أو سفر قولا، وكذلك القرى اليزيدية يحضرون إلى لالش سفر ماسطة أي سفرة اللبن. تبدأ هذه الزيارات في نهاية شهر آذار، ويتم الدعوة من قبل بابا الشيخ. بابا الشيخ يقوم بتوزيع البرات، البرات هو الشيء المقدس لدى اليزيدية على القرى والخلمتكارين، وعندما يستلمون يحددون اليوم الذي يأتون إلى لالش، وفي نفس اليوم يأتون إلى لالش ليتم تحديدها من قبل بابا الشيخ، ومن ثم تبدأ بسفر القولات وسفرة اللبن. في كل عام وقبل قدوم رأس السنة الإيزيدية يتجمع في معبد لالش متطوعي الإيزيدية الذين يسمون بالخلمتكارية، ولمدة 3 أيام يتوجهون للجبال المحيطة بالمعبد ويقطعون الأشجار اليابسة ويقومون بنقلها بمراسيم خاصة إلى المعبد. حضرنا اليوم، يوم الجمعة، ثاني يوم من سفر القولات إلى معبد لالش النوراني لجلب الحطب لعمل صمات الشيخ عادي، وذهبنا إلى الجبال والأماكن الأشجار لقطع الخشب اليابس وجلبه لعمل نقلة الحطب أو سفر قولا. من حق عامة الإيزيدية من نساء ورجال وأطفال، وكذلك رجال الدين والمجلس الروحاني الإيزيدي المشاركة فيه. بعد القدوم بالحطب إلى المعبد يستخدم لتجهيز الطعام المقدس الذي يسمى بالصمات. احنا بمعبد لالش نوراني، واليوم اليوم الثاني من السفر، سفر قولا نسميه. عادة كل سنة كل عام منتصف شهر الثالث يبدأ هذه المناسبة، ويجمعون هاي الخشب اليابس من البستان ومن الجبال، وهاي العرف قديمة تعود لزمن الأولياء والشيخ عدين مسافر عليه السلام. سبب جمع هالأحطاب والحطب الخشب اليابس يجمعوه يسوون به شيلان. هالشيلان خيرات وزاد وزكاة يسوون بمعبد لالش الخاص بهالأمور. أول يوم يجون الاختيارين، المجلس الروحاني بابا شيخ وبابي غافان وبيشمام والخلمتكارين يجون، ومن يطلعون أو يقعدون أكو مراسيم يعني يرتلون الأقوال المقدسة. في كل عام وبقدوم الربيع تبدأ عدة مراسيم دينية في معبد لالش، وهذه المراسيم والطقوس دلالة حقيقية على عمق وقدم الحضارة الإيزيدية، وإثبات حي على تمسك أبناء هذه الديانة بطقوسهم ومراسمهم، وعلى إن معبد لالش فعلا إحدى أقدم المعابد في التاريخ، وإن الفلسفة الدينية الإيزيدية أصابت حين سمت معبد لالش بخميرة الأرض. لإيزيدي 24 من معبد لالش، أحمد شنغالي.